الطيارة. هيا اسرعوا. اهلا يا ابي. انا في مركز الشرطة يا ابي. ماذا تفعل في مركز الشرطة؟ دهست طفلا اثناء قيادتي للسيارة. ماذا تقول؟ اقول لك انني دهست طفلا ظهر امامي فجأة. وكيف هو حال الطفل الان؟ نقلته الى المستشفى. اي مستشفى؟ اخذته الى مستشفى الشفاء. حسنا. لم يكن لدي الوقت الكافي فسلمت نفسي لمركز الشرطة على الفور. أبي هل أنت قادم إلي؟ سأذهب لأطمئن على حالة الطفل. إلى متى تتركني في مركز الشرطة؟ ابقى هناك طوال حياتك حتى تتعلم كيف تقود المركبات. أنت تظلمني يا أبي، لم يكن الأمر كما تتصور. أبي أبي أسأل عن الطفل الذي تعرض لحادث سير قبل قليل. في الغرفة المجاورة. شكرا. تفضل. الحمد لله على سلامتك. أهلا بك. كيف حاله الآن؟ الحمد لله. لقد زاد الخطر. الحمد لله. لكنه مصاب بإصابات خطيرة. يخشى الأطباء أنه مصاب في عموده الفقري. قد يؤدي إلى شلل في جسمه الأسفل. لا سمح الله. إن شاء الله ستطمئن عليه. إن شاء الله. هل لي أن أتحدث معك عن الفيرات؟ بالطبع. في الحقيقة لا أدري ماذا أقول لك، ولكنني أعلم أنك وارد وتحمل في حناياك أبوة كما أحملها أنا. أنا والد الشاب الذي دهس ابنك. من؟ وأين هو؟ لقد سلم نفسه للشرطة. لقد نجا. إن المسألة تحتاج إلى المزيد من الصبر. لست صبورا كما تظن. لقد آليت على نفسي إنني إذا رأيت السائق أحطم رأسه. يا أخي إنك تأخذ الأمور بكثير من العصبية. الحمد لله أن ابنك بخير. ليس بخير كما تظن. صحيح أنه يتنفس ويأكل ويشرب، ولكن كل الدلائل تشير إلى أنه لن يقف على قدميه مرة أخرى. ما اسمك؟ أنا محمود بن بركات. اسمع يا محمود، إذا أصيب ابني بشلل فلن تكون بيننا هدنة أبدا. اسمعني يا أخي، اسمعني. توكل على الله، وأنا من سيتكفل بكافة التكاليف المتوجهة. اسمع، إنني لست بحاجة إلى مالك، إنني بحاجة إلى ولدي. أغرب عن وجهي. ولكن أغرب عن وجهي. ما بك يا نعيم؟ جاء يعطيني ثمن جلد الضحية. ومن يكون هذا؟ والد السائق الذي دهس حفيدك. جاءك بقدميه وتركته يرحل؟ لا أعرف ما الذي يجعلني أحافظ على رباطة جأشي. ما زلنا في بداية الطريق.
أبا الوليد، توكل على الله يا رجل وسلم أمرك إلى بارئك. ونعم بالله، أنا أعرف أن الأقدار تعاندني دائما. هذه مشيئة الله. بل طيش ذلك الشاب المتهور الذي صعد إليه بسيارته، الله لا يريد الأذى لعباده، ولكن مخلوقات الله هم الذين يؤذون بعضهم بعضا بطيشهم وتهورهم. هذه مشيئة الله الذي يريد لعباده أن يروا أخطاءهم. وفي النهاية أنا من يتحمل الخسارة. ليتني لم أرسله إلى المدرسة ذلك اليوم، ليتني. هذا قدره يا نعيم. قدره أن أحبس أنفاسي 24 ساعة. ما الفائدة من الانتظار؟ إن الأطباء يحاولون معرفة إدراكه الحسي في جزئه الأسفل. هناك كسر في عموده الفقري. هل هناك أمل؟ الأمل مفقود. أخبرني بذلك أحد الأطباء الذين أعرفهم حق المعرفة. هيا لدارك لترتاح. لن أعرف الراحة حتى أعلم مصير ولدي. عندئذ لكل حادث حديث. أرى الشر في عينيك يا أبا وليد. ليس شرا يا أبا محمد، بل هو بريق الانتقام. تنتقم من من؟ من ذلك الأرعن، من ذلك الأرعن الذي لا زال حبيس السجن. افسح مجالا للصلح. بت غير مقتنع به. دع العدالة تأخذ مجراها. السن بالسن والعين بالعين والبادي أظلم. هل تحب للسائق أن يكون مشلولا كولدك؟ أجل، هذا سيريحني. أجل، هذا سيريحني. أخبرني عن حال ولدك أمين. ما عدت مهتما لأخباري، فقد أوقع نفسه وأوقعني في ورطة كبيرة. الأشعة المأخوذة للعمود الفقري تنبئ بكارثة. هذا يعني أن الولد المصاب قد يكون مهددا بالشلل. لا حول ولا قوة إلا بالله. والنتيجة أن يظل ابني في السجن زمنا طويلا، أو أن يتنازل صاحب القضية عن القضية. صاحب القضية لا يبدو في هذا السياق. أتعرفه؟ يمر علي أحيانا لقرب المحل من المستشفى، وأراه في المسجد أحيانا. إذن هذا الأمر علي، فأنت ستسعى لحل هذه القضية. والله إن وفق في مسعاي فهذا هو المنى. أنا على أتم الاستعداد لأن أدفع ما تقترحه من المال. سأدفع 5000 ريال، بل 10000، وأفوضك بأن تتحدث باسمي وتتفاوض بالنيابة عني. دع الجرح يبرد أولا ثم حاول أن تداويه. كيف حاله اليوم يا أم؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله. ماذا كان يريد صاحبك؟ جاء يسعى مصلحا ذات البين. وأنت ماذا تريد؟ الصلح أم الحرب؟ بدت أجنح للصلح يا أم. تجنح للصلح؟ أين هي رجولتك؟ أمي، أنت تدفعيني لأمر لا يحمد عقباه.
ما أريده هو الانتقام لحفيدي. اطمئني اطمئني يا أمي، محمود بركات يعد بتقديمات جديدة. هنيئا لك، أصبح ولدك سلعة تباع وتشترى في المزادات. تقرير الشرطة يدينك 100%. لا أدري ما الذي حدث. أنت سببت للولد إعاقة دائمة، قضيت على حياته، جعلت له حياة أخرى ينظر إليها نظرة ملؤها العطف والشفقة. اسمعني يا أمين، من اليوم لا أريد لسرعتك أن تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، وإلا لن تكون وراء مقود طوال حياتك. سمعت؟ نعم. هيا الآن أغرب عن وجهي. حسنا. كان يجب أن تتوصلا إلى هذه النتيجة، ولا شيء أنفع غير الصلح والتوافق. أخشى أن أكون الجهة الخاسرة في هذا الاتفاق. عليك أن تطوي هذا الموضوع وتتأقلم مع الوضع الجديد. الحمد لله الدولة أنشأت المؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. يا عم إبراهيم، أخشى أن ينقض صاحبك الاتفاق مع مرور الأيام والليالي. لا، إنه كان جادا بكلامه ومواثيقه. على كل حال كن حذرا، وإذا صح ما قلت فلك أن تفعل ما تشاء. لا أستطيع، لقد اتخذت على نفسي عهدا مكتوبا عند الشرطة بأنني استلمت كامل حقوقي. كان عليك أن تكون حذراً. على كل حال دع الأمور تأخذ مجراها ولا يحدث إلا الخير إن شاء الله. إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. مضت 3 أشهر وصاحبك لم يفي بوعده. ماذا أفعل يا أمه؟ أسأله كل يوم فيجيبني أن التقرير لم يصل إليه. إنه يتجاهلك. لا، أخشى أن في الموضوع سرا. وأنت يعجبك العمل عنده، فنسيت ولدك وحالته. كيف أنساه يا أمي؟ كيف أنساه؟ خيال ولدي لم يغب عن خاطري لحظة واحدة. هل تعرفين؟ أحياناً ألمح ذلك الشاب فأتمنى أن أصدمه بسيارتي وأقذفه بعيداً انتقاماً، لكنني ألعن الشيطان وأكبت غيظي. كل هذا لا ينفع. ما ينفعنا هو أن أرى حفيدي في طائرة تقله للخارج يستكمل علاجه. أليس هذا ما وعدنا به؟ إن غدا لناظره قريب. أستاذ محمود، ألم يصل التقرير بعد؟ ليس بعد يا أخي، ولكن اطمئن سيصل إن شاء الله. إن شاء الله. أبي، متى يصل التقرير؟ هذا هو التقرير. إذن لماذا أنكرت أمام الرجل وجود التقرير؟ أتدري يا أمير؟ أتدري أن تكلفة تركيب الجهاز مكلفة للغاية؟ تستطيع أن تتحدث عن 100,000 ريال. 100,000 ريال؟ التفاصيل موجودة في التقرير. إذن ما العمل وقد اتخذت أمام الرجل عهدا بأن تعالج ولده في الخارج؟ لم أتخذ عهدا ولم أعطه وعدا، بل
أخبرته بأنني سأدرس الموضوع، وأنا لازلت أدرس الموضوع. أبي، أراك تحاول أن تتخلص من أمور قطعتها على نفسك. أنا ذا أدفع نتاج فعلتك وأعاقب جراء خطأك. عم إبراهيم، عم إبراهيم، كنت على يقين بأنني سأجدك في المسجد. دعني أطمئن، هل قابلت الرجل؟ نعم. وبماذا أجابك؟ أظنه يتهرب من الموضوع، ويبدو أنه يتفلت من التزاماته. ضع ذلك في حسابك. أنا المخطئ، أنا الذي أعطيته عهدا فاستغل هذا العهد لخيانتي. كان يجب أن أبقي ابنه في السجن. أنا أعرف كيف أنتقم لخيانته، أنا أعرف. الويل للخائن من عذاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. صدق الله العظيم. ارفعوا، انزل اليه، هيا، ولدي، ولدي.